ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن احوال. اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن قائمه جوب والكونفيجر والامبورت والاكسبورت والايديت جوب والايديت روتس، قلنا هننزل نطبقها ان شاء الله مع بعض الاوامر الخاصه بالروتس والست اب. هنتكلم ان شاء الله تعالى على قائمه السيرفي، تمام، ونخش عليها مع بعض كده. ودي يعني هتبقى فيها عمليات الرفع بتاعتنا. هنا بيقول لي اول حاجه موجوده فيها حاجه اسمها ايه، باك سايد فرونت سايد او فور سايد. ده بيجيبها شباب زي المسافه كده، هو بيقول لي طيب انت عايز تاخد انهي مسافه في الاول. طبعا لازم اتاكد ان الفيس 1 ده مظبوط، لان ده هو بياخد من فور سايد اللي هو من الامام للخلف، يعني النقطه الباك سايد يعني، فبياخد منهم دايركت على طول. فلازم اتاكد ان الفيس 1 بتاعي زي الفل، وابدا اقول له هنا ميرور، فبيبدا ان هو ايه موجه على حاجه. يعني هنا بيقول لي الاتش دي بتاعتك، ده اللي يهمني يعني الهوريزونتال دايمنشن بتاعي 2 متر وايه و55 سنتي و7 مللي و6 اجزاء من مللي يعني، تمام. هو بالنسبه لي ده تمام. والفي دي اللي هو المسافه الفيرتيكال او الراسيه فيها تقريبا ايه 40 سنتي، تمام، 1 مللي. طيب ده بالنسبه لي. لو طبعا عايز تغير بقى مع بعض، هو عايز ياخد مثلا نقطه تانية، فتبدا ان انت برضو تدوس ايه ميجر، بس هو هنا بيعتمد اكتر على الايه المسافه يعني، وتبدا ان انت تدوس على داتا وتبدا تشوف الايه الداتا الخاصه بيك، تمام يا شباب. ده بالنسبه للقائمه بتاعه الباك سايد والفور سايد بتاعتك.